على كل الاحوال نتابع بقى حلقه النهارده. بنتكلم طبعا على 24 ساعه فارقه، المباراه هتتلعب بكره، هتتلعب بكره ان شاء الله على استاد القاهره، وتم اختيار كابتن محمود البنا حكما لمباراه الاهلي والزمالك. محمود البنا الحقيقه واحد من افضل حكام المصريين في الفتره الاخيره وفي السنوات الاخيره، حكم مشهود ليه بالكفاءه، ونتمنى ان شاء الله انه يكون موفق في اداره مباراه الغد. اما فيما يتعلق بسيناريو المباراه، طبعا النهارده مستر كولر بيحط الرتوش الاخيره على تمرينه الاهلي، اختياره للطريقه والتشكيل اللي ممكن يكون اقرب لمواجهه الزمالك بكره. وارد جدا جدا يكون في مفاجات في مرحله من المراحل كده. كان مستر كولر معودنا ان كل مباراه في تشكيل، يعني في اسم، في طريقه، في توظيف مختلف، وبالتالي يبقى مفاجأة لجمهور الأهلي نفسه. أنا أتوقع إنه من بكرة، من ماتش بكرة هنرجع لده. يعني مفاجآت جاية كتير، بس في مفاجأة هتحصل في مباراة، أتوقع يعني مش معلومة. وطبعًا كل اللاعبين جاهزين، ديانج بيتمرن قدام حضراتكم، هطمن النهاردة وهعرف لحضراتكم الخبر اليقين هل تم تسوية الأمر الخاص بمشكلة ديانج مع وكيله السابق ولا لأ بشكل نهائي، وهل هيكون موجود بكرة، لكن في حدود معلوماتي إنه احتمالية مشاركة ديانج كبيرة جدًا. وليد سليمان، احمد صديق، طبعا نجوم النادي الاهلي السابقين كانوا موجودين في تمرينه امبارح. النهارده التمرين هتبدا الساعه 7، وهنكون طبعا مع حضراتكم، هنحاول نروح ملعب مختار التتش عشان نشوف تمرينه النهارده اخبارها ايه، واستعدادات كولر لمباراه بكره ايه، وجاهزيه لاعبتنا ان شاء الله لمباراه بكره ان شاء الله.